مين عم شوف؟ أهلين وسهلين، شرفتنا فورال بيك، كيفك؟ ما أجت جنان خانم؟ لا، أجيت لحالي. شو هازال مو هون؟ هازال هي جوا. بنتي إبرو، نادي لأختك منشان تجي. إذا أمي عرفت بهالشي بتقوم القيامة. ساوي اللي بقلك ياه وبس، يلا روحي نادي لها بسرعة. ما رح أتدخل، أنت نادي لها. قولك شو هالبيت اللي ما حدا فيه بيسمع كلامي، ولا كأنه أنا الرجال بهالبيت. ما علينا، روحي. بتشرب شاي فورال بيك؟ بنتي جيبي كاس الشاي. لا لا، ما في داعي، شكرا لكم. ما بدي طول، في موضوع مهم بدي أحكي مع هازال وروح فورا. عن جد؟ معناتها أنا رح فوت نادي لهازال. ماشي. بنتي هازال، هازال. شوفي خليل. اجا فورال بيك. مين؟ فورال ديمير أوغلو. أنا شو قلت لك؟ ما قلت لك ممنوع هالرجال يحط رجله بهالبيت؟ شو بده؟ كيف يعني شو بده؟ أنت بتعرفي. إجا ليشوف هازال. أستغفر الله، يلي بيسمعك بفكر رح نزوج بنت ملك خانم غصبا عنا. لكان بنت ملك خانم. شو بدي أقول يعني؟ مزبوط، لأنه هي مانا بنتك. يا ترى سألتها شو صاير لحتى غيرتي رأيك، ومن وين طلع هالرجال فجأة؟ بس ليش لحتى تسألها؟ لأنه أنا بعرف إنه كل همك تعبي جيوبك بالمصاري وما تهتم بمشاعر التانيين. دايماً هيك ما بتفكر غير بحالك، تحترق قلوبنا وما همك غير المصاري. ليش لتعب حالي؟ بعرفك ما بتسمعني بنوم. هزال بنتي. مرحبا، بتمنى ما أكون زعجتك. أستغفر الله، شو هالكلام هاد؟ فيك تيجي بأي وقت. إن شاء الله مو صاير شي سيء فورال بيك. والله ما بعرف هازال اللي رح تقول. ما بصير يا ملك، ما بصير تتركي بنتك لحالها. هازال أنا فكرت نتزوج بأقرب وقت، شو رأيك؟ وشو بدها تقول؟ طبعا موافقة، يعني خير البر عاجله، مو هيك؟ وأنا برأيي لا طول الموضوع. وهي مرتي ملك فورال بيك. فورال ديمير أوغلو. شو بدك من بنتي؟ ملك، خلينا نحكي شوي. انت لا تتدخل. انا عم بسمعك، جاوبني لشوف شو بدك من بنتي. اذا ما كان عندك مانع ملك خانم، انا بدي اتزوج بنتك، واجيت مشان نتفاهم على كل شيء. إذا ما في أي مانع، بتمنى نكتب الكتاب على السريع. وقبل شوي كنا عم نحكي بهالموضوع، مو هيك؟ أنتوا إمتى تعرفتوا على بعض؟ أو من إمتى حبيتوا بعض؟ هاي البنت مخطوبة وعرسها بكرة. يلا قولي هازال. هازال.
ليكون البيك ما عنده علم إنه عرسك بكرة. أنا بعرف، لا تقلق. ما في شي ينقال يا أمي، أنا رح أتزوج فوراً. بالأول جاوبيني على سؤالي هازار، مين الرجال اللي بتحبي؟ قلبك لمين عم ينادي يا بنتي؟ يلا قولي الحقيقة، قولي ما بتحبي كينان وإنك بتحبي فوران. يلا قلتلك رح نتزوج، بكفي بقى لو سمحتي. يعني ما رح نخلص من هذا يلي اسمه كينان؟ لا تتدخل خليل. انتو ايمتى تعرفتوا على بعض؟ إمتى حبيتوا بعض وقررتوا تتزوجوا؟ لسه لمبارح كانت هالبنت عندها حبيب وأرواحهم متعلقة ببعض. أنت ما بتعرف هالشي؟ شو صار لحتى قررت تتزوجك هلأ؟ بكفي أمي، رجاء لا تحكي بالماضي. أنا وفورال أخذنا هالقرار وبدنا نتزوج، فهمتي؟ نحن رح نفوت لجوا، انتو عرسان أكيد عندكن حكي لا تحكوه. يلا عن إذنكم. شكرا سيد خليل. لا تضايقي حالك، عطيها وقت، أمك رح تفهم إنه نحن لبعض. رح أتزوجك، بس أنا عندي شرط واحد. بحياتك ما رح تقرب مني ولا بعمرك رح تلمسني، فهمت علي؟ أنا بحبك وما عاد فيني أعيش من دونك. أنا كتير خايف إنك تتركيني وتهربي، ما فيني أعيش من دونك. أنا سألتك، يلا جاوبني، فهمت علي؟ ماشي، مثل ما انت بدك موافق. انا اساسا لسه ما لمستك، بس بالاول لازم خلص على الشخص اللي سرق لك قلبك. كنجار شو الوضع؟ لسه ما حليتوها؟ كون مطمئن، اليوم رح نحلها.
ما فيني أتطمن ولا أرتاح لحتى تحلوها. خلصوا الموضوع بسرعة. ما قدرت أقول شيء قدام أمك. كنت ناوي أخلص على هداك الرجال بس انسي بنتي. إذا أمك عرفت شو الحقيقة وقتها رح يوقف قلبها المسكينة، خاصة كنان، وقتها رح يجن وممكن يرتكب مجزرة. الموضوع مو سهل، بس هذا امتحان من ربنا، لازم نسكت مشان أمك وكنان. ابكي يا بنتي، ابكي ابكي لترتاحي، طلعي الهم يلي جواتك. ما فينا نعمل شي غير نوافق على الزواج، ما عنا خيار. تصبحي على خير. وانت من اهله بابا. يا روحي سامحني. شو عم يصير؟ ما في حدا هون، ما في حدا هون. يلعنها الحظ، يلعنها الحظ. القارب عم يحترق، كنتوا بسرعه. يا لطيف شو هاد النار عم تاكله؟ احترق القارب. لك ما في طفايات؟ لمين هذا القارب؟ في بس ما بنقدر نقرب على القارب. لازم نسوي شيء. تعالوا لهون يا ربي دخيله، ما فينا نقرب، كنتوا يا رجال تحترق قاربنا. يا لازم نسوي شيء يا رجال، في حدا جوات القارب. مين رح يكون بالقارب بهالساعه؟ مو هذا قارب كنان؟ استغفر الله، لازم نسوي شيء. كيف بدنا نطفيه؟ لمين هذا القارب؟ لمين هذا القارب؟ أخي صالح، هاد قاربنا. بالله جد قاربكن كنان؟
وينه كنان؟ حدا شاف كنان يا رجال؟ كنان؟ حدا شاف كنان؟ لا أخي بلكي بالبيت. اتصل بكنان، يلا اتصل بكنان. اهدى عم اتصل. أحمد، مو هذا كنان يلي على القارب؟ كنان؟ يا لطيف كنان! كنان! أنت شو عم تساوي؟ يلا نط من هالقارب بسرعة! شو عم تستنى؟ يلا نط! لك أنت جنيت! يلا نط من المي بسرعة! نط يا كنان! مشان الله اتركوني! لا لا تساويها! بعدوا عني! أول بالك! لك أنتو جنيتوا يعني! أحمد! بعدوا عني! اتركوني! اهدى وبلش نار! أصحك تساويها! أحمد! لا تساويها! أحمد! لا! كنان! كنان! لا انت منيح؟ لا اخي لا. تعال لا. معي تعال لا اهدى يا ربي لا كنان لا اتركه يحترق لا. بابا انا برايي روح ارتاح بغرفتك، من لما طلعت من الحبس ما ارتحت مثل العالم والخلق. انا منيح هيك. إيجي حاجة ترفعي حواجبك. صحتكم. تصبحوا على خير. وانت من أهله يا بنتي، تصبحي على خير. في عندك شيء أوامر بخصوص كنان؟ نحن ما رح نبعد عنه يا حافظ، بس هالفترة رح نتركه لحاله. احترقت روحه، لازم يطفيها لحاله. بابا شو صار لكنان؟ مو أساس تركتينا ورحتي؟ بس ما شاء الله عليك كأنك عم تسمعي كل حديثنا. بابا صار شي سيء لكنان؟ ما صار شي، مو مهم، بس هو متضايق شوي. بتصير هيك شغلات بأيام الشباب، لا تشغلي بالك. على شوي كنت رح تحترق يا أخي، شو سويت؟ احترق الموتور يعني؟ أنا ما سويت ولا شي يا أخي، ما سويت شي. طيب مين يلي فك الحبل؟ والله ما بعرف، على الأغلب الحبل احترق من النار أو انقطع، ما بعرف. أنت رح تطير لي عقلي من راسي. شو اللي عم يصير معك يا كنان؟ مرتين رجعت من الموت بهاليومين. أساساً أنا ميت أخي، أساساً أنا ميت. بلا هالمسخرة، طلع فيني كنان. كنان طلع فيني. شو هالكلام الفاضي؟ موت وشو بيعرفني؟ بالحقيقة انت هلأ رح تعيش، فهمت؟ هلأ رح تبلش حياة جديدة. واجهت موجة، اكيد ما رح تستسلم من موجة واحدة. ما كان في عنا غير هالقارب، بس قارب واحد. كنت مفكر انه ما رح يتركني، بس هو تركني كمان. مو نحن اخوه؟ انا موجود، نحن سوا، اسمنا عيلة واحدة. انا اخوك كنان، راح قارب منشتري بداله، منشتغل ومنشتري واحد احلى. لا تفكر بموضوع القارب. كان ذكرى من ابي يا اخي، كان الأمانة الوحيدة اللي ضلت من أبي. كل شي احترق والقارب احترق كمان. لسه في أمانة تانية أهم بكتير الظهر نسيتها. أنا ولا
أخوك. أنت أمانتي يا أخي وأنا أمانتك، فهمت؟ كل شي رح يكون منيح، أنا بوعدك. إذا أبوك مو موجود فأخوك موجود، لا تأكل هم أبدا وساق فيني، ماشي؟ وهلأ أنا بدي روح مع أخونا صالح على المخفر، قال لازم نسجل ضبط لحريق القارب، وبكرة الشرطة بيجوا ليحققوا بالموضوع، وانت ارتاح لبين ما يخلص هالسيرون، ماشي؟ يلا كل شي رح يكون منيح.